مساء الخير. خلينا نبدأ اجتماعنا بقراءة من مزمور رقم 8، مزمور معروف لينا، مزمور رقم 8. وأتمنى نقف وإحنا بنقرأ مزمور ده مع بعضينا. خلينا نقف مع بعض وإحنا بنشترك في قراءة مزمور رقم 8. أنا هقرأ عدد وحضراتكم هتقرأ عدد بالتبادل، وأتمنى أن صوتكم يكون واضح وهيكون أعلى من صوتي في المايك ده أكيد. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. وإن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله. تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميك. الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. آمين. تفضلوا. خلي يكون ده هتافنا وإحنا بنبدأ اجتماعنا في وقت عبادتنا. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. خلال اللحظات الجاية نسكب قلوبنا قدام ربنا في صلوات شخصية فيها نعلن هذا الإعلان. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. نشكرك يا رب لأنك أنت من افتقدتنا. افتقدتنا يا رب برحمتك، افتقدتنا يا رب بأمانتك، افتقدتنا يا رب بنعمتك. نشكرك يا رب من أجل النعمة التي تفاضلت ورفعتنا. نشكرك يا رب من أجل يدك القوية وأمانتك التي تحيط بأمانتنا. بالفعل يا رب تستحق أن نأتي أمام شخصك ونهتف قائلين: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. بارك يا رب عبادتنا، بارك يا رب اجتماعنا، بارك يا رب ترانيمنا وصلواتنا. أعطنا يا رب كلمة تتلامس مع احتياجنا فتغيرنا يا رب إلى تلك الصورة عينها، صورة شخص يسوع المسيح. آمين. سعيد جدا هيكون معنا في وقت التسبيح هديل. نصلي إن ربنا يباركها، ربنا يستخدمها ويديها ترانيم من عنده. مساء الخير. خلونا نفتح مع بعض، هنقرأ عددين بس من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثس، الرسالة الثانية. رسالة الثانية لأهل كورنثس من إصحاح 3، وحنقرأ آخر عددين في الإصحاح، عدد 17 و18. خلونا نتأمل بالكلمات دي وإحنا بنبتدي وقت عبادتنا. وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. هقرأ العدد الأخير مرة تانية. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كنت قبل كم يوم بقرأ العدد ده في وقت الخلوة بتاعتي، وعشت في العدد ده لمدة أيام طويلة، لأنه حسيت أنه فعلاً ده اللي الله بيبقى عايز يعمله كل مرة، وإحنا مش بس وإحنا قاعدين في محضره في وقت خلوتنا أو في وقت التسبيح في الكنيسة، بس ده اللي عايز يعمله معنا كل يوم وكل لحظة. لما ندرك مجد الرب، لما ندرك حضور الله، لما نكون مفتوحين على حضوره، فإن
نشوفه بوجه مكشوف، نقدر نشوف المجد ده. بيقول كما في مرآة، فإيه اللي بيحصل؟ فنتغير إلى تلك الصورة عينها، إلى صورة الابن، اللي هي دي مشيئة الله، أن نكون مشابهين صورة ابنه. واللي بيعمل ده الروح القدس، كما من الرب الروح. ودي طلبة قلبنا النهاردة وإحنا بنبتدي وقت عبادتنا، يا رب عايزين نشوف مجدك، خلي حضورك يملأ عينينا النهاردة، عايزين نتقابل مع مجدك، فنقدر فعلا نكون في كل مرة بندخل لمحضرك بنتغير، ما نكونش عادة، لكن فعلا بنتلامس مع حضورك ونشوفك. فكل يوم بيحصل بالروح القدس تغيير في شخصياتنا، تغيير في إدراكنا وفي علاقتنا بالله. أمين. تعالوا نبتدي وقت عبادتنا وإحنا بنقف ونقول يا رب مستحق كل المجد يا يسوع. الشخصية ودي صلاتك الشخصية، خلي حضورك يملأ عنايا يا يسوع، خليني أشوفك يا رب، أشوف مجدك بعيون الإيمان يا رب، أدرك حضورك اللي ساكن جوايا يا رب، ارفع كل حاجة مشوشة عليا، ارفع كل برقع يا رب، خليني أراك بوجه مكشوف يا رب. فتعكس يا رب جمالك في يا رب. قل يا رب تعالى النهاردة وأنا في حضورك وأنا بتلامس مع مجدك، أتغير يا رب، أتغير إلى صورتك، إلى صورة يسوع. غيرني يا رب. تعالى النهاردة افتح عيني يا رب على كل أمر يا رب لا يمجدك لا يرضيك، كل أمر عايز تشكله جوايا يا رب، خليني أراك يا رب.
في اسم يسوع. أمين. تفضلوا. خلينا نقول يا رب افتح يا رب عيون شعبك. يمكن حاجات كتيرة بتبقى مخلينا مش قادرين نشوف مجد ربنا. قشور كتيرة حجبانا نشوف مجد الرب. عشان كده خلونا فعلا تبقى صلاتنا يا رب افتح يا رب عيون شعبك، عايزين نشوفك. افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمعنا، تغفر خطايا ويرجعنا وعلى الخطايا يدوم، وتنفى وسطينا حرام قدام عدونا الهزام، اكشف لنا من هو عفان واحفظنا من اللصوص، يا عالي يا قدوس يا خالي النفوس، شعبا هنا واقف امامك جايين بهيبه قدام جلالك، يا عالي يا قدوس بدم شعبك القدس عمل صليبك يا مخلص، واحنا جايين لك بالقصاص شعب المسيح مفروض، عشان كلامك انت الحق وغير كلامك ما هوش حق، هنرفض ونقول له لا وبالوصايا ندور، يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جايين بهيبة يا عالي يا قدوس، جايين غرض مشاكلنا تحت عملك يا جميلنا، إلى كرامة تعلمنا بروحك القدوس، ونعيش عشان نخدم شخصك مجد وكرامة كل شباب كتير يتكرسنا ويصير معاك محضور، يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جايين بهيبه قدام جلالك، يا عالي يا حاجة تعلمتها الوقت اللي فات وحسيت ربنا فتح عيني عليها، أدركت أنه أكتر حاجة بتخلينا ما نقدرش نشوف مجد ربنا هو تمسكنا بمجدنا الذاتي وتمحورنا حوالين نفسنا، وأكتر عدو بيحاربنا حقيقة هو مش بس الشيطان ولا العالم لكن محبتنا لذواتنا. عشان كده لو عايزين نشوف مجد ربنا زي ما ابتدينا وقت عبادتنا، احنا محتاجين كل يوم نقول يا رب ساعدني اني اصلب الانا والانحصار في ذاتي، وكل يوم زي ما قال يوحنا المعمدان ينبغي انك انت تزيد واني انا انقص. لو احنا مش بننقص عمره ما هو حيزيد فينا، لو احنا مش بنموت، يمكن الكلمة دي مش بتعجبنا بس هي للأسف يعني هي أساس النصرة في حياتنا مع ربنا، لو مش بنموت عن انحصارنا في ذواتنا وحبنا لذواتنا مش بنقدر نشوف مجد ربنا. أكيد مش قصدي ما نحبش نفسنا، بس إنه أبقى أنا المركز في حياتي مش يسوع مش هقدر أشوف مجده. شكدة الترنيمة الجاية بتقول يسوع أنت كل ما أريد، ف
فمهما تسأل، حيثما تذهب أتبعك. يمكن كلماتها صعبة قوي، بس إحنا جايين وإحنا مسنودين على نعمة الله وعلى عمل الروح القدس اللي كنا بنقوله في أول عدد وإحنا بنقرأه. هو اللي بيقدر يدينا القوة أن نعيش في خضوع كل يوم، نصلب عشان نختبر القيامة، نصلب ذواتنا عشان نقوم مع المسيح في نصرة. أمين.
هنقرأ من إصحاح السابع والأربعون من عدد واحد لحد نهاية عدد خمسة. حزقيال 47 من 1-5. ثم أرجعني إلى مدخل البيت، وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لأن وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح. ثم أخرجني من طريق باب الشمال، ودار بي في الطريق من خارج إلى الباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق، وإذا بمياه جارية من الجانب الأيمن. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده، قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه، والمياه إلى الكعبين. ثم قاس 1000 وعبرني في المياه، والمياه إلى الركبتين. ثم قاس 1000 وعبرني، والمياه إلى الحقوين. ثم قاس 1000 وإذا بنهر لم أستطع عبوره، لأن المياه طمت، مياه سباحة، نهر لا يعبر. أنا مش عارفة إيه الحتة اللي كل واحد فينا واقف فيها، بس ربنا عارف وأنت عارف. بس النهاردة هو اللي جاي يقوله لك، أيا كان العمق اللي أنت واقف فيه، هو عنده عمق جديد إليك. الحاجة الوحيدة اللي هتوقف إنه إحنا ما نقدرش ندخل عمق جديد، إنه إحنا ما يبقاش عندنا أشواق لكده. احنا شبعانين من حاجات تانية غير انه نطلب حضوره ونطلب وجهه. بس النهاردة ربنا عايز يقوله انه شو قلبه، انه يدخلك الى نهر السباحة لا يعبر. واعتقد وانا بقرأ، يعني بتأمل، ما درستش النص، كنت حاسة انه ربنا عايز يقول انه ده الحتة اللي الروح القدس يبتدي يحركك فيها، تبتدي حاسس أن روح الله هو اللي بيتكلم طول الوقت وبيقود حياتك، تبقى خاضع لقيادة الروح القدس لحياتك، قادر تميز صوته وقادر تطيعه. ده اللي خلينا نقدر كل يوم تشوف مجده فنتغير إلى تلك الصورة عينها. تريمة جاية تقول أنا عايز أدخل للعمق، أنا عايز أدوق حبك اللي توصف أنه أحلى من الخمر. أمين. تريمة جاية تقول حبك أطيب من الخمر. Thank you.
احنا بنقول يا كنيسة افرحي جاي المسيح. لما حنختبر فعلا انه نشوف مجد الرب ونموت عن زواتنا، حنقدر نقول للرب احنا مستنين يا رب مجيئك. حنقدر نفرح بجد، حنقدر نختبر فرح الرب. مين؟ خلونا نقف احنا بالنادي انه كنيسة افرحي مسيح جاي. كن مستعدين للقاء ده، احنا مشتاقين اليه. في قدسي خلينا التنمتين الجاية بس بنقول هللو. رب مستاهل انه نسبحه نرفعه لانه صالح. امين. مزمور ده هو مزمور 150، هنقوله مرنم. هللويا 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 Hallelujah! 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 Sabihu Allah fi qudsihi, sabihu fi karaki quwwatihi, sabihu. سبحوه على قوتي، سبحوه حسب كثرتي عظمته، سبحوه سبحوه بصوت السور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومسمار، سبحوه بسلوك التسبيح، سبحوه سبحوه بسلوك الهدى، كل نسمة كل نسمة كل نسمة فلتسبح الرب. Hallelujah! 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 Hallelujah!
شكرا هديل، شكرا فريق الترنيم على وقت التسبيح الجميل. خلينا نعبد الله بجمع عطيانا، واثناء جمع العطاء افكر حضراتكم ببعض الاعلانات الخاصه بالكنيسه. درس الكتاب ما زال متوقف حتى شهر سبتمبر، وهيعاود انعقاده من جديد بدءا من شهر 9. اجتماع الصلاه بيفكر حضراتكم بميعاده الاسبوعي كل يوم 3 الساعه 7 مساء في المبنى الاداري بالكنيسه. اللجنة الاجتماعية بتعلن عن افتتاح مكتب التوظيف الخاص بها، والمكتب بيكون موجود أو مفتوح كل يوم سبت فقط من الساعة 11 صباحاً لواحدة ظهراً. واللجنة الاجتماعية بتطلب من حضراتكم اللي عندهم وظائف ومحتاجين ناس يشتغلوا فيها، ممكن يتواصلوا مع اللجنة الاجتماعية أو مع مكتب التوظيف ويسيبوا الوظائف دي. وكمان أي حد عنده احتياج لوظيفة ممكن يتواصل مع المكتب يوم السبت الساعة 11 لواحدة ظهراً. اجتماع الرواد بيدعو حضراتكم يوم الجمعة الجاية 15/6 الساعة 10:30 صباحا للقائه الشهري. وفي اجتماع الرواد هيكون في فرصة للالتفاف حول مائدة الرب والدعوة عامة لحضراتكم. مازال شهر 6 هو شهر الثانوية العامة في كل سنة، واعتقد من سنين طويلة معروفة ثانوية عامة معناها شهر 6، وشهر 6 معناه الثانوية العامة. عندنا أسر كتيرة عندهم أولادهم في الثانوية العامة، محتاجين هناخد وقت بعد ما نجمع العطاء هنصلي من أجل أسرنا، من أجل أولادنا اللي في الامتحانات بتاعتهم. ربنا يساعدهم، ربنا يكلل كل تعب وكل مجهود تعبته الأسرة أو تعبوا الأولاد بالنجاح خلال الفترة الجاية. في إعلان مع شهير وبعدها نشكر ربنا من أجل العطاء وهنصلي من أجل أولادنا في الثانوية العامة. مساء الخير. مجلس الكنيسة قرر ان هو يعرف رأي حضراتكم في الاجتماعات بتاعة الكنيسة، علشان كده قرروا ان هم يعملوا حاجة متطورة شوية، عملوا ابليكيشن، والابليكيشن دوت موجود على 2 تابلت موجودين برا الكنيسة. اول ما تطلعوا من الباب الجانبي دوت هتلاقوا الاثنين تابلت وعليهم بعض الاسئلة اللي بتقول ايه اكتر اجتماع انت بتحضره، فبتعلم عليه حاجة سهلة جدا زي كل السمارت فونز اللي موجودة معانا. تقدر تقول رأيك في الاجتماع، ايه اكتر اجتماع بيبنيك، ايه اكتر موضوعات بتهمك، تقدر تحط اقتراحاتك على كل الاجتماعات من غير ما حد يشوف رأيك ايه، ومن غير ما يبقى في حد مكسوف ان هو يقول رأيه. علشان كده رأي كل واحد فيكم مهم للكنيسة والمهم للتطوير اللي هيحصل الوقت الجاي في الكنيسة. شكرا. خلينا نتيجي نشكر ربنا من أجل العطاء ونصلي من أجل أولادنا في الثانوية العامة، وأطلب من المهندس وليد يشكر ربنا من أجل العطاء ويصلي من أجل أولادنا. وندخل إلى حجالك يا رب، نتفرس في جمالك. يا رب احنا بنشكرك لأنه أنت أبونا، أنت إلهنا، ترعانا وترعانا بحبك وكمال غناك يا رب. يا رب احنا بنيجي النهارده ومتضرع اليك انك تدينا كلمه يا رب على يد خادمك، كلمه من عندك يا رب نعيش بيها ونستمتع بيها ونمثلك انت ابانا الذي في السماوات. يا رب احنا بنشكرك لان ممثلين امامك الان، وبنشكرك لانك بتعطي كلام عند افتتاح الفم. امين امين. النهارده يوم مميز في كل حاجه، في الترنيم وكمان في الخدمه. بشكر ربنا من اجل وجود الاسيس عزيز امير في وسطينا. نصلي ان ربنا يباركه، ربنا يديه كلمه عند افتتاح الفم. اتفضل يا اسيس.
مساء الخير. انا مبسوط ان اكون مع حضراتكم، يعني بقالي كتير ما جيتش، فبحب الكنيسه دي قوي فعلا، يعني كل مره باجي فيها بتبارك. والنهارده على قلبي وانا بصلي كده، كنت بصلي وبحضر للوقت ده، كان على قلبي قوي موضوع ملخصه هو ما تستهونش بالامور الصغيره. احنا ساعات كتيره بنستهون بالامور الصغيره، والموضوع ده جات لي فكرته مره كنت بتفرج على فيديو في اليوتيوب، حادثة حصلت بره، مش في مصر بس، حصلت اعتقد يا في انجلترا يا في امريكا، ان واحد كان سايق تريلا تراك كبير قوي، وبعدين ما كانش شايف قدامه لان هو كان بيلعب في الموبايل بتاعه، كان بيختار اغنيه من الليسته بتاعه الاغاني، فهو بيختار الاغنيه، بص لمده 3 ثواني في الليسته بتاعه الاغاني، وهو بيبص ما كانش شايف ان في 3 4 عربيات راكنين في اللين بتاعه، فخبط فيهم كلهم وفي ناس ماتت. والفيديو ده متصور من جميع النواحي، الفيديو ده متصور من جوه التراك، بيبقى فيه كاميرا جوه الكابينه السواق فيها، وبيبقى فيه كاميرا جوه الكابينه برضو بس بتبين اللي بره، بتبين الشارع اللي بره. ولما فرغوا شرايط الفيديو دي، موجود الفيديو ده على اليوتيوب، فيديو بشع قوي، بشع لكذا سبب. السبب الاولاني ان في ناس ماتت واتقتلت، وبشع قوي بالنسبه لي طبعا، مش لحضراتكم يعني، بس بالنسبه لي، لان انا ساعات كتيره بلعب على الموبايل وانا بسوق. انا عارف طبعا انتم بتعملوش كده، بس انا بعمل كده. ولما شفت الفيديو ده ترعبت، ان انا ساعات بشوف ميست كول جات لي، او حد مهم جدا 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 كلمني، ولان المكالمه دي مهمه جدا جدا جدا، ولو ما رديتش عليها في ناس كتيره هتموت، لان احنا اشخاص مهمه جدا، فبرد على التليفون، مش مشكله الناس اللي هتموت حوالينا. فبوريكم انا بفكر ازاي يعني. وترعبت من الفيديو ده، وابتديت افكر، ابتديت افكر هو ليه في ناس ماتت في الفيديو ده، وده اللي خلاني افكر في الوعظه دي بصراحه. لما انت بتفكر ان انت هتسوق عربيه، ايه الحاجات الكبيره اللي انت بتبقى حاسس ان هي عائق كبير قوي لان انت تسوق عربيه وتنهي الرحله بتاعتك بسلام؟ انا اعتقد في حاجات كبيره قوي obstacles قدامنا. يعني اول عائق مثلا في ان انا اسوق عربيه هي حاليا بالذات في مصر مبدئيا ان انا اجمع ثمن العربيه. يعني جمع ثمن العربيه، هتجمع غالبا دلوقتي على كذا سنه علشان تعرف تجمع ثمنها ده. يعني لما تفكر ان انت تسوق عربيه، ده هتبقى مشكله كبيره قدامك، دي اول حاجه. مشكله ثانيه بالنسبه لي انا اول ما ابتديت اسوق، ان انا اتعلم السواقه. وانصح طبعا ان انت تتعلم السواقه يعني قبل ما تسوق، يعني في ناس كتير في الشارع ما بتعملش الخطوه دي، بتسوق على طول. بس انا لما اتعلمت السواقه كانت حاجه صعبه بالنسبه لي، بالذات ان انا ارجع بظهري واركن، وكان بالنسبه لي اختراع ان ازاي ارجع بالعربيه واركن. فدي يمكن تاني حاجه. ويمكن تالت حاجه، الحاجه الاخيره، هي احنا قلنا اول حاجه تجمع ثمن العربيه، تاني حاجه تتعلم السواقه، وتالت حاجه بس نصيحه صغيره قوي، ان انت ما تلعبش على الموبايل وانت بتسوق. تفتكروا انهي نصيحه في الثلاثه، او انهي حاجه في الثلاثه هي اصغر واحده واهبل واحده واعبط واحده بالنسبه لك؟ هتكون ايه؟ موبايل بالظبط كده، بس هي دي اللي بسببها في ناس ماتت، هي دي اللي بسببها في ناس ماتت، لان انا بستصغر امور في حياتي هي اللي بسببها بتحصل مشاكل كبيره قوي. واحنا المصريين، بلاش اقول احنا المصريين، انا اتعودت يعني ان انا ما ركزش على الامور الصغيره. مش عارف انتوا كده زيي ولا لا، اعتقد انتوا مش زيي، بس في بدايه الشتاء انا ومراتي قررنا نشتري دفايه. معلش انا بحكي قصص كتير، هخش في النص الكتابي على طول يعني كمان شويه، بس عاوز اقول القصه دي. كنا عاوزين نشتري دفايه علشان الدنيا برد، فاول حاجه جمعنا فلوسها، وبعد ما جمعنا فلوسها رحنا المحل اشترينا الدفايه، وكانت كبيره فشلتها على قلبي ودخلتها العربيه ورجعت بيها البيت وسبتها في البيت. وقررت ان انا هفتحها امتى؟ لما برد. ونسيت الوصل، كانوا ادوني وصل كده مكتوب فيه ان انا اشتريتها. الامور الكبيره بالنسبه لي هي ان انا اجمع ثمن الدفايه، وان انا اروح المحل، وان انا اشيلها على قلبي واجيبها البيت. دي حاجات كبيره. في حاجات صغيره انصحك ان انت تعملها، انصحك ان انت تحتفظ بالورقه الصغيره قوي اللي ادوها لك اللي هي الوصل، واشجعك قوي ان انت تفتح الدفايه اول ما تجيبها وتجربها. طبعا انا جربتها امتى؟ لما سقعت، لما بردت، مش يوميها، فبردت بعدها باسبوعين. فلما فتحت الدفايه وقررت احطها وحطيت الفيشه اشتغلت وكويس قوي يعني، بس كان ناقص فيه حاجه صغيره، العجلتين اللي بتقف عليهم الدفايه. فمش عارف كنت هوقف الدفايه على ايه، ما ينفعش تقف على الارض كده، وما ينفعش اخدها في حضني، وما ينفعش احطها على السرير. فاللي حصل ان احنا ما استخدمناش الدفايه خالص طول الشتاء،
بسبب حاجة صغيرة قوي، إن هم نسوا يحطوا في العلبة العجلة وأنا نسيت أحتفظ بالوصل، فما بقاش ليا حق قوي إن أنا طالبهم حتى بالعجلتين. والقصة دي بتفكرني إحنا ساعات ما بهتمش بالحاجات الصغيرة، اتربينا على كده. بس الأخطر في حياتنا الروحية ساعات كتيرة بنهتم بالحاجات الكبيرة بس مش مهتمة بالحاجات الصغيرة. والإصحاح اللي أنا هقراه مع حضراتكم النهاردة أنا بسميه إصحاح الأمور الصغيرة، من أوله لآخره هو الحاجات الصغيرة قوي، من أوله لآخره الحاجات اللي تعدي عليك تبقى سهلة، بس هو بيتك على الحاجات دي، الأمور اللي أنت لما تشوفها هتقول مش دي الأمور المهمة، بس هو الإصحاح ده بيتك إن هي دي الأمور المهمة. أعتقد القصة إحنا كلها عارفينها، يعني كلنا عارفينها، بس هتك فيها على شوية نقط النهاردة. هي قصة نعمان السورياني، جت في سفر ملوك الثاني إصحاح 5. أنا حوعز على كل الإصحاح، فهو الإصحاح كله 27 عدد، بس أنا شفقة بكم مش هقرأ 27 عدد، هقرأ 14 عدد بس، بس في نص الوعظة هكمل بقية الأعداد اللي أنا ما قرتهاش في الأول، يعني بس عشان ما أخضكوش في الأول يعني، ففي الأول هقرأ من 1 لـ 14 وهعلق في وسط ما أنا بقرأ الأعداد. سفر ملوك الثاني إصحاح 5 بيقول كده: وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام، يعني ده مش شعب ربنا، ده رئيس جيش ملك أرام، رجلا عظيما عند سيده اللي هو ملك أرام، مرفوع الوجه لأن عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. أنا بس عاوز أقف عند الحتة دي، حتة ملهاش علاقة بالموضوع بس حتة عاوز أقف عندها شوية. هو ربنا أعطى خلاص لمين؟ لشعب إسرائيل؟ أعطى خلاص لأرام. أرام دول اللي هم كانوا ما بيعبدوش ربنا، وعارفين أعطى خلاص لأرام ضد مين؟ ضد ساعات شعب إسرائيل. أنا كنت فاكر طول عمري إن العهد قديم ربنا منحاز لإسرائيل، ربنا منحاز لشعب إسرائيل، وناس تقول إن ربنا عنصري، بس الآية دي اللي في العهد القديم بتاع كتاب شعب إسرائيل بتقول الرب أعطى خلاص، والرب هنا هو إلهيم، هو أدوناي، هو السيد، مش أي حد تاني، أعطى خلاص لأرام. فهو ربنا بتاع كل الأمم، وربنا ضد الظلم، وربنا ساعات يجي يديك خلاص حتى لو انت مش معاه، بس لما يديك خلاص انت بقى ايه بتسوق فيها وبتظلم زياده، وده اللي حصل في القصه دي. اعطى خلاصا لارام، وكان الرجل جبار باس ابرص. انا هقول حاجه مش موجوده في كتاب مقدس، بس ده تخيلي ان هو جاله البرص بعد ما كان رئيس جيش ملك ارام، يعني مستصعب شويه ان الملك عينه وزير الدفاع وهو ابرص، فأتخيل أن برص يمكن جاله في النص، يمكن مش أكيد، بس متخيل القصة ماشية كده. عدد 2: وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمان. طبعا احنا الآية دي بتعدي علينا بسرعة، بس هي آية بشعة، يعني ناس الأراميين راحوا أرض إسرائيل احتلوها أو كسبوا الحرب وسبوا. عارفين يعني إيه سبوا؟ خطفوا بنت صغيرة من أهلها. بتفكرنا بحد؟ بتفكرنا بداعش شوية صح؟ صح؟ خطفوا بنت صغيرة من أهلها. في الموقف ده داعش، فنعمان السورياني ده في جيش يعني ابتدى يظلم قوي هنا، برغم أن ربنا اداله خلاص من شوية، إنما ابتدى يظلم وأخذ البنت الصغيرة دي من أهلها، من باباها ومامتها، وخلاها جارية عبدة عنده هو في البيت، وكانت بين يدي امرأة نعمان. يعني أنا متخيل الجملة دي عاوزة تقول لي إن امرأة نعمان يعني ما كانتش لطيفة قوي معاها يعني. بس المفاجأة تيجي في العدد الثالث: قالت لمولاتها يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه. دي جملة غريبة جدا مش هعلق عليها دلوقتي، بس هعلق عليها بعد ما نخلص قراية. فدخل نعمان وأخبر سيده ملك أرام قائلا: كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل. فقال ملك أرام: انطلق ذاهبا فأرسل كتابا، يعني مكتوب، إلى ملك إسرائيل. فذهب وأخذ بيده 10 وزنات من الفضة و6000 شاقل من الذهب و10 حلل من الثياب. وقبل ما أكمل، تقريبا يعني 10,000 وزنة من الفضة، سوري 10 وزنات من الفضة تقريبا يعني 70,000 جنيه، و6000 شقل من الذهب تقريبا يعني 300,000 جنيه، و10 حلل من الثياب يعني خلينا نقول 10 جلاليب او 10 قمصان. افتكروا الارقام دي عشان مهمه، اللي هيفتكرها في الاخر مش هعمل له حاجه يعني، بس كويس ان هو هيبقى افتكرها يعني. عدد 6:
وأتى بالكتاب المكتوب ده الورقة إلى ملك إسرائيل يقول فيه: فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك، هوذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفه من برسه. طبعا هي البنت الصغيرة ما قالتش كده، ما قالتش روح للملك، قالت روح لمين؟ للنبي. عدد 7، قامت أزمة سياسية. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال: هل أنا الله لكي أميت وأحي؟ حتى إن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برسه، فاعلموا وانظروا أنه إنما يتعرض لي. ده عاوز يتخانق معايا، ده عاوز يعمل حرب معايا. فالنبي إليشع لما سمع إليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه، أرسل إلى الملك يقول: ليه عملت كده؟ لماذا مزقت ثيابك؟ ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل. وقصده يقول له: خليه يعرف أن ربنا الحقيقي موجود في إسرائيل، خليه يعرف أن الإله الحقيقي موجود في إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت إليشع، فأرسل إليه إليشع رسولا، يعني إليشع ما خرجلوش، إنما أرسل رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليه وتطهر. لو أنت في الموقف ده، معلش أنا بقف في الأعداد شوية عشان تتخيل القصة وتعيش أحداث القصة، لأن هي قصة مش بسيطة قوي. إحنا طبعا طول عمرنا إحنا متعاطفين مع ربنا ومع المسيح طبعا ومع الأنبياء كلهم، فأنت متعاطف مع إليشع. بس الحركة اللي عملها إليشع دي حلوة، يعني هو الرجل يروح له فإليشع ما يطلعلوش، وبعدين يرسل له رسول ويقول له، أقولها بالعامي، أقولها باللغة العامية، أقولها: انزل استحمى في النهر. هو قال له كده: انت لو مكان نعمان هتعمل ايه؟ انا هتضايق. ونعمان فعلا اتضايق. عدد 11، فغضب نعمان ومضى وقال: هوذا قلت؟ انا قلت ايه؟ اولا انه يخرج الي ويحترمني ويقف، ولازم يعمل اللي في دماغي، يقف ويدعو باسم الرب الهه ويردد يده فوق الموضع، يعني لازم يجيب ايده كده ويحطها، مش عارف شافها فين، يعني مش عارف شافها في سات 7 ولا قناة معجزة ولا فين، بس هو في منظر في دماغه متخيله ان هو إليشع هيحط ايده على موضع المرض ويردد يده فوق الموضع فيشفي الأبرص. ما حصلش كده، بس نشكر ربنا كان حواليه شوية ناس صغيرين فعلا. عدد 12 هو بيكمل بيقول: أليس أبانا وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ ورجع ومضى بغيظ، كان هيمشي، بس طلع له شوية، تقدم عبيده. دول أصغر منه ولا قده ولا أكبر؟ أصغر منه، وبيقولوا له نصيحة. تقدم عبيده وكلموه وقالوا: يا أبانا، لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ يعني مش كنت هتعمل حتى لو كانت حاجة عبيطة؟ فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر؟ لو كان قال لك حاجة كبيرة أوي ومعقدة كنت هتعملها؟ أنت طاخخ المشوار ده كله علشان تتشفي، فلو قال لك حاجة عبيطة اعملها. فنعمان يسمع لهم، نعمان يسمع للي أصغر منه. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. وإحنا نشكر ربنا إحنا في عدد 14، وأنا وعدتكم إن إحنا هنوقف عند عدد 14، مش هكمل آخر الإصحاح بس هقراهم بعدين. طبعا القصة دي بحاجة غريبة جدا، أنا بسمي الإصحاح ده قصة الأمور الصغيرة اللي إحنا بنستدفيها وبنحطها على جنب. والإصحاح ده كله من أوله لآخره لو بصيت في أي موقف من المواقف هو قصة الحاجات الصغيرة قوي، بدءا من الآية اللي بتمر علينا مرور الكرام إن ربنا أعطى خلاصا لأرام. دي يمكن آية صغيرة بس بتقول إيه؟ بتقول إن ربنا بتاع كل الشعوب، مش منحاز لشعب ضد شعب آخر، مش عنصري. بس مش دي قصتي النهاردة. أنا وأنا بتخيل أول موقف من المواقف الصغيرة قوي، وأنا بتخيل نفسي مكان البنت الصغيرة اللي اتخطفت من أهلها، من باباها ومامتها، وفي غزاة هم اللي خطفوها. وأنا بتخيل، هعرف في السماء لما أطلع فوق، بس أنا أتخيل إنه نعمان ده جاله البرص في وسط بعد ما كان رئيس، بعد ما كان وزير دفاع، يعني في وسط المشوار بتاع الجندية بتاعته. أنا متخيل الموقف ده، إن بنت زعلانة جدا من نعمان، زعلانة جدا من مولاتها، عندها مرارة في قلبها، ويمكن لو أنا طلعت صح إن هو البرص ده جاله في وسط حياته، يمكن أول ما البرص جه لنعمان البنت دي حست إيه؟ تنبسط ولا تتضايق؟ أقول لكم أنا لو مكانها، أنا قسيس يعني، بس أنا النفسية جوه جحيم. أنا لو في مكانها ده أنا هنبسط قوي، هنبسط جدا، إن الشخص اللي عذبني
ايه اللي حصل؟ من غير ما مدي ايدي عليه ربنا عمل فيه ايه؟ ارسل قضاءه وضربه بالبرص. هيبقى جوه قلبي فيه مراره ومش قادر اغفر، والكلام ده قبل الصليب. انما بنت تقول جمله غريبه جدا بتعدي علينا مرور الكرام، بس هي جمله غريبه، بتقول لمولاتها يا ريت يا ريت نعمان يروح عند إليشع، مش عشان يعرف ان ربنا بتاعكم ربنا بتاعنا الهنا احسن من الهكم، ولا عشان تقول لها ان الهنا هو الاله الحقيقي والهكم ده مزيف، لا لا لا، بتقول لها يا ريت نعمان يروح عند إليشع عشان يتشفي، انا نفسي ان هو يخف. وهي بتقول الجمله دي انا حاسه ان دي واحده مش متمرره، دي واحده عارفه تتمنى الخير حتى للشخص اللي اساء ليها وخطفها وسباها وبقت جاريه وعبده عنده. وانا ببص على الجمله الصغيره دي والحاجه الصغيره اللي بالنسبه لنا هي صغيره قوي، بحس دي حاجه مهمه. ناس كتير لما بتيجي تقعد معايا وتتكلم بالذات من الشباب، دايما المشكله عند الشباب بتبقى انا مش عايش حياه مقدسه، انا عايش في النجاسه، انا ببص على حاجات وحشه، او نمره اتنين انا بشتم، او ممكن حاجات تانيه ان ممكن اكون عندي داء السرقه. انما عمر ما جه حد جه قال لي انا متغاظ من واحد ومش عارف اغفر له، بقى لي بصارع شهرين ثلاثه اني اغفر له بس مش قادر اغفر له من قلبي. عارفين الغفران بالنسبه لنا ده حاجه اكسترا، حاجه كده فوق البيعه، يعني ان انا ما اعملش الخطايا، ما اسرقش وما ازنيش وما اقتلش وما اشتمش وما احلفش، هو ده اللي مطلوب مني، عملت كل الكلام ده يبقى انا ايه ناجح. ربنا بقى طالب حاجه اكسترا ان انا اغفر، دي اكسترا يعني اكسترا من عنده، دي مش حاجه مهمه قوي اعملها. بس الكتاب المقدس بيقول لا لا لا، دي حاجه مهمه قوي 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 تعملها. عارف ليه؟ عشان تعرف تستمتع بيه. صحيح فعلا عشان تعرف تستمتع بيه. انت لو مجروح من حد ظلمك، مجروح وتعبان ومتمرر، تعالى كده الكنيسه مش هتعرف تسبح، تعالى اسمع الوعظه مش هتعرف تسمع الوعظه. فانت لو مش عارف تسمع الوعظه دلوقتي مش بسبب ان انا بوعظ وحش، بسبب ان انت متمرر. صحيح انا بتحصل لي كتير قوي ببقى متمرر ومتغاظ من حد، فاخش الاجتماع كل فكري في ايه؟ في الحد اللي انا متغاظ منه ومتمرر منه، مش عارف استمتع بربنا، وكان ربنا بيقول لي انا عامل لك اكله دسمه، اكله حلوه قوي، اكله متكلفه، بس انت مش قادر تاكل الاكله لان بطنك وجعاك. اغفر، اتحرر من المراره دي، اتمنى له الخير، صلي له، هتلاقي نفسك عارف تستمتع بحياتك، عارف تستمتع بالناس اللي حواليك، عارف تستمتع بالكنيسه، عارف تستمتع بشغلك، عارف تستمتع بالخدمه بتاعتك. دي حاجات صغيرة بس اهتم بيها. بس القصة تكمل، بيكمل في الأمور الصغيرة، بيقول إيه؟ بيقول إنه مبدئياً في حتة صغيرة تانية، البنت قالت له روح للنبي، فهو قام رايح لمين؟ للملك، وقال للملك أنت تشفيه. طبعاً هي قالت له روح للنبي، وتكمل القصة، إن أنا المفروض أبقى دقيق في الحاجات اللي بعملها. تكمل القصة، النبي إليشع قال له انزل استحمى في النهر، فهو حس إن دي حاجة عبيطة وهبلة ولا لأ؟ حاسس انها حاجه عبيطه وهبله بصراحه، فعلا مش هعملها. بس القصه دي كلها لو انا في ثالثه ابتدائي او ثانيه ابتدائي لو قريتها هفهم ان ربنا بيقول لي ما تستهونش بالامور البسيطه اللي انت شايفها بعينيك ايه؟ بسيطه. ولما عمل الحاجه البسيطه دي ايه اللي حصل؟ اتشافها. وفي حاجات بسيطه قوي في حياتنا على فكره ربنا طلبها مننا، لو عملتها هتستمتع بيه قوي ومشاكل كتيره في حياتك هتتحل. أنا فاكر جالي حد من تقريبا من شهر ونص قبل العيد. الشخص ده عندنا في الكنيسة من زمان، تعب جدا في حياته، اتمرر، اتبهدل، وتعبان جدا نفسيا، وبيروح فعلا لأطباء نفسيين وبياخد أدوية، فهو ماشي على علاج، وفعلا المفروض ياخد علاج. بس برضه برغم العلاج وبرغم الأدوية هو مش عارف يخرج بره الدبريشن اللي هو فيها، مش عارف يخرج بره إحساسه بالاكتئاب وإحساسه بالدنيا وإحساسه بصغر نفسه. حالته صعبة قوي. فجالي وقال لي أنا باخد أدوية وبروح عادات مستمرة مع دكاترة نفسيين ولسه مكتئب بصراحة، مش عارف أعمل إيه. فأنا طبعا مش دكتور نفساني فعلا، ما أعرفش أدي أدوية، مش مصرح ليا أدي أدوية. بس قلت له بص يعني ما درستش يعني في علم النفس الحالة بتاعتك أعمل فيها إيه، بس هقول لك اللي أنا عارفه. اللي أنا عارفه في مزمور واحد إنه طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطى لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا
وليلا. لما تقرا كتاب ربنا وتعرفه ايه اللي هيحصل؟ تكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل. طبعا انا متخيل وانت بتسمع مني الكلام ده دلوقتي وهو بيسمع مني الكلام ده، انا متخيل انت جواك في رد، يعني عاوز تقول لي يا سلام يا سلام، يعني انا المشاكل الفظيعه اللي في حياتي دي عاوز تقول لي لما اقرا الكتاب المقدس هتتحل؟ انا بصراحه رديت عليه وهو يعني قال لي ما معناه كده، يعني قلت له ده اللي اعرفه، يعني ده اللي اختبرته في حياتي. انت جاي لي عشان تسالني انا اختبرت ايه في حياتي؟ انا لو الدكتور نفساني فعلا هديك ادويه، انا بس مش عارف ايه الدواء، بس انا هقول لك اللي عندي. مع الادويه ومع العلاج النفسي اللي بتاخده ده، جرب تقرا الكتاب وجرب تكلم ربنا كل يوم. قال لي انا بصلي. قلت له بتصلي ازاي؟ قال لي ده كل يوم بخش اصلي. قلت له قد ايه؟ دقيقتين ثلاثه. بتقول فيهم ايه؟ بقول له ان انا تعبان قوي. قلت له دي مش الصلاه، الصلاه هي ان انا بكلم واحد بحبه وبعرفه، بتفرج عليه هو مين، مش ان انا اقول له على مشاكلي بس. احنا كتير في اوقات كتير لما بنصلي بتعمل ايه؟ لما بتصلي بتخش لربنا بتقول انا تعبان من كذا كذا كذا، حل لي الثلاث مشاكل دول. لو انت دي صلاتك 100% من صلاتك، تاني يوم هتخش تعمل ايه؟ هتقول له انا تعبان من كذا كذا كذا، حل لي الثلاث مشاكل دول. طبعا ما بيتحلوش. هتخش ثالث يوم هتقول له ايه؟ انا عندي مشاكل كذا كذا كذا، ويمكن في واحده جديده زادت عليهم بقوا كذا، فحل لي المشاكل دي. احنا صلاتنا كلها متمحوره حوالين كده. لو قعدت اسبوع تصلي بالمنظر ده، عارف هيحصل لك ايه؟ مش ربنا اللي هيزهق منك، لا انت هتزهق من نفسك. يعني الصلاه دي هتبقى حاجه ممله جدا جدا. هي مش دي الصلاه. الصلاه ان انا بخش بقول له يا رب انا عاوز اتفرج عليك، عاوز اعرفك، عاوز اشوفك، ولما بشوفك انا بشوف الجمال، بشوف النور الحقيقي، والروح القدس بيملاني، وعلى مر الايام انا ببتدي اتشفي واحده واحده، ببتدي فعلا اشوف الحياه سنه سنه واحده واحده. وقلت للشخص ده النهارده، انا كان فاكر حاجه ابريل تقريبا، كان في اول ابريل 2018، قلت له اعمل كده كل يوم وخلينا نشوف في ابريل 2019 انت عامل ازاي. طبعا بص لي كده لو عاوز يقول يا سلام، يعني ماشي. مش عارف هو كان متوقع ايه، اديله دواء جديد مثلا ولا ايه؟ مش عارف، في كليه لوت ما بناخدش ادويه. فخرج من المكتب، وهو خارج من المكتب انا كنت حاسس ايه؟ هو مش هيعمل الكلام اللي انا قلت عليه، وهيقعد اسبوعين ثلاثه وهيكلمني يغيظني يقول لي ان مفيش حاجه حصلت. وبعدين نسيته خالص، وبعد اسبوعين ثلاثه بعت مسج قال لي عاوز اقول لك حاجه، حاجه غريبه قوي، انا من ساعه ما خرجت من عندك كل يوم بقرا حته من الكتاب وبقراها بالطريقه اللي انت قلت لي عليها، بتفرج على يسوع مش ببص على نفسي. وكل يوم من ساعه ما ابتديت اعمل الكلام ده انا حاسس فعلا براحه، عارف انام بالليل وعارف استمتع بحياتي، وحاسس ان في حاجه غريبه بتحصل جوايا. كل ما ببص عليه وبستمتع بجماله بتغير. انا طبعا بصيت في الرساله كده وجبتها من فوق لتحت تاني وقعدت اقراها تاني، كنت عاوز ابعت اقول انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ بس هي الوصفه كده، يعني الوصفه سهله قوي. اقعد مع ربنا كل يوم، بس كل يوم، وشوف جماله، هتلاقي الموضوع سهل. احنا الوصفه طبعا انا مش ضد ان يبقى في، طبعا اعمل كونسلنج وروح لدكتور نفسي وخد اعمل اللي انت عاوزه يعني، بس في ساعات حاجات صغيره انت بتستدفعها قوي، زي ان انا احضر اجتماعي الاسبوعي في الكنيسه. انت حاسس هيعمل ايه الاجتماع الاسبوعي اللي في الكنيسه؟ مش هيعمل حاجه الاجتماع الاسبوعي في الكنيسه، صدقني هيعمل، بس احضره على طول، احضره بانتظام لمده سنه، وفي اخر السنه بص على حياتك من سنه فاتت كانت عامله ازاي. مش ممكن تبقى هي هي، مش ممكن، بس اهتم بالامور الصغيره. حياتنا الروحيه وحياتنا العمليه وشغلنا وعلاقتي بمراتي وعلاقتي ببنتي، الازمات بتيجي فيها مش بسبب الحاجات الكبيره، لا لا لا، بسبب الحاجات الصغيره. فعاوز اقول لك اهتم بالامور الصغيره. بس الدراما في القصه اللي احنا فيها بتعلى بقى، يعني الدراما بتعلى قوي، ان الرجل اتشفى في عدد 15، فلما اتشفى فرح جدا، فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه، ودخل ووقف أمامه وقال هوذا قد عرفت أنه ليس إلها في كل الأرض إلا في إسرائيل. فأنا عرفت أن ربنا الحقيقي موجود عندكم، مش عرفت أن أنت نبي، لا لا، عرفت أن إلهكم إله حقيقي. وبيكمل وبيقول فالآن خذ بركة من عبدك، عدد 16،
قال أليشع: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا أأخذ. فألح عليه فأبى. يعني نعمان السورياني كان عاوز يدي هدية لأليشع علشان خف. ففاكرين الهدية كانت إيه؟ أنا قلت لكم افتكروا، 10 وزنات من الفضة، اللي هي كان بكام؟ أنا بقول إن هي 70,000 جنيه، ممكن تبقى غلط بس امشي ورايا. يعني مهم أنا بقول إيه النهاردة، يعني 70,000 جنيه و6,000 شاقل، 300,000 جنيه و10 جلاليب أو 10 قمصان. عاوز يديله كل ده، فأليشع رفض. ألح فأبى، رفض. طبعا هو كان ممكن يقبل، يعني ما عنديش مشكلة إن هو يقبل، يعني عادي، مش عيب، مش حرام. يعني يمكن هو حس الشفاء مش بفلوس، خدمة ربنا مش بفلوس، حس إن الوقت دوت مش هو الوقت إن أنا أجري فيه ورا فلوس وجلاليب وقمصان، ده وقت لعمل الرب. ممكن يكون حس أي حاجة، بس أنا مش حاسس إن هي خطية. ممكن أنت تكون مختلف معايا في الرأي، بس أنا حاسس إنه عادي. يعني أنا لو كنت مكانه خدتها عادي، يعني كنت هاخدها غالبا. بس القصة تكمل وتقول إيه؟ إن مين ما عجبوش الموضوع؟ جحزي. والدراما بقى بتاعت القصة بتعلى للقمة بقى هنا، لأن كلنا هنزعل بقى دلوقتي. يعني كل اللي فات ده كوم، واللي جاي بقى ده كوم تاني. جحزي يقول أنا مش موافق على الكلام ده. فبعد ما إليشع دخل الأوضة بتاعته ونعمان ده مشي مسافة بعيدة، أما هو جاب غلامين وجري ورا نعمان عشان عاوز ياخد البركة دي. والكتاب يقول إيه بقى؟ يعني أنا بدل ما أقرأ الإصحاح كله هجيب لكم الحتة اللي هماني. عدد 21: فصار جحزي وراء نعمان، ولما رآها نعمان إيه؟ راكضا بيجري وراءه، نزل عن المركبة للقائه وقال: أسلام في إيه؟ فقال جحزي: سلام، إن سيدي قد أرسلني قائلا، يعني أليشع أرسلني قائلا: هوذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلمان من جبل إفرايم من بني الأنبياء، فأعطهما وزنة فضة وحلتي ثياب. فقال نعمان: اقبل وخذ إيه؟ وزنتين. وألح عليه. الراجل إيه؟ ما أباش. عاوز أقف هنا بقى شوية، يعني عشان دي إيه؟ بصراحة أنا مستغرب شوية. أنا حاسس جحزي غلط ولا ما غلطش؟ بيني وبينكم يعني ما غلطش قوي. يعني هقول لكم ليه، ممكن أدافع عن جحزي؟ هاخد صف جحزي بس شوية. هو يعني أول غلطة ممكن نقولها هي إيه؟ إن هو عصى الأمر بتاع سيده. يعني سيده قال حاجة، أليشع قال مش هناخد. والسبب بصراحة مش قادر أقول إن هو مقنع قوي، يعني له أكيد أسبابه الوجيهة. ممكن إن هو ليس وقت لأخذ فضة ولا أخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبخر وعبيد وجوار. ماشي، بس مش عارف ليه ليس وقت، يعني إن هو وقت العمل للرب مثلا ممكن، يعني بس السبب مش مقنع قوي. يعني سبب مش، ما اقدرش أقول إن هو سوليد 100%. فجحزي معترض على السبب اللي أليشع سيده قاله، فما خضعش ليه. دي حاجة شنيعة يعني، ولا حاجة نص نص؟ بالنسبة لنا احنا سنة 2018، ان انا ما اخضعش للي فوقية دي حاجة ايه؟ عادي يعني، صح ولا ايه؟ مش كده؟ عادي يعني، طز يعني. نمرة 2: كذب. هو كذب مش كده؟ لانه قال ايه؟ أليشع هو اللي ارسلني. وأليشع ايه؟ ما لا ارسله ولا بتاع، فهو كذب. بس دي اقدر اسميها ايه؟ اقول لكم اسميها، انا بحب دافع عن جحزي، دي اسمها كذبة بيضة. اقول لحضرتك ليه؟ اصل الكذبة البيضة دي اللي ما حدش بيتضر منها، هو ما حدش هيتضر. يعني هو ما حدش هيتضر. احنا بنسمي الكذبه البيضه هي ايه؟ هي الكذبه اللي هقولها فانا متخيل ان ما حدش هيتضر. فهو قال اي قصه وخلاص، ونعمان هيرجع بلده، وأليشع قاعد في اوضته وما حدش شاف حاجه، ونعمان هو غالبا يعني جيل ربنا خلاص وهيعبد ربنا، ما عدا لما ملك ارام يدخل ويتسند على ايده. فيعني القصه شكلها كده هتخلص حلو. واحنا ساعات كتيره احنا بنكذب الكذبه البيضه دي، سودة صح؟ فظيع. احنا هو انتوا بتصوروا اللحظات دي صح؟ فين بقى الكاميرا اللي بتصوروا بيها؟ اوكي، بالروح القدس. هي دي؟ اوكي ماشي. يعني هقول بقى امري لله، احنا بلدنا بتشجعك احيانا انه انت في مصلحه حكوميه عشان تخلص ورقك تعمل ايه؟ تقول كذبه بيضة عشان تخلص ورق. لو ما قلتش كذبه بيضة ايه اللي هيحصل؟ مش هتخلص. فلازم ايه؟ تقولها. ولو قلتها مش هتحصل اي حاجه، يعني مش مشكله. فهو بصراحه يعني مش عارف احنا ليه زعلانين من جحزي قوي ومش زعلانين من نفسنا. يعني هو جحزي ما عملش حاجه رهيبه، احنا لا بنخضع للي فوقينا وبنكذب ساعات كذبه بيضة علشان ايه؟ نخلص امورنا. بس الثالثه دي بقى هي الرهيبه. هو جحزي اخد صح، اخد فلوس، طماع. يعني انا رايي ان هو مش طماع خالص. فاكرين الراجل كانت ايه الهديه اللي جاي بيها؟ 10 وزنات من الفضه بكام؟ 70,000 جنيه و6,000 شاقل من الذهب بكام؟
300,000 جنيه و10 جلاليب او 10 قمصان. انا لو من جحزي وطماع اطلب ايه؟ اقول له هات كله. عارفين جحزي قال له ايه؟ قال له انا عاوز وزنة فضة بس ولا حاجة من شواغل الذهب وقميصين. عارفين وزنة فضة دي يعني ايه؟ 7000 جنيه. احسب عندك على الموبايل 7000 على 370,000 جنيه هتطلع 1.5%. 1.5% ده ما يحصلش حتى بقشيش. يعني انت لو في مطعم وبتاكل وهتدي بقشيش هتدي 5% او 10%. تمام؟ فهو 1.5% فعلا مش طماع. هو عمل ثلاث حاجات صغيره قوي. مش انا قلت لكم ده اصح الامور الصغيره؟ هو امور صغيره، هو ما خضعش للي فوقيه، كذب كذبه بيضه اللي احنا معترضين عليها في الكنيسه بس مش معترضين عليها بره الكنيسه. وثالث حاجه هو اخذ بس اخذ حاجه صغيره قوي يعني 1.5%. بس عند ربنا دي قصه كبيره. عندنا احنا دي قصه صغيره ولا عندنا احنا دي قصه كبيره؟ طب خلينا نكمل في القصه وبعدين نشوف بالنسبه لنا احنا قصه كبيره ولا لا. القصه بقى بتوصل للدراما فيها بقى لاخر حته بقى خالص، دي اللي بتزعلني انا شخصيا، مش عارف بتزعلكم ولا لا. بس جحزي بعد ما عمل العمله دي ان هو ما خضعش لاليشع، كذب كذبه بيضة، اخد 1.5%، تخيلوا حصل له ايه؟ انتوا مش عاوزين تقولوا صح؟ تعباكم. فاكرين جحزي حصل له ايه؟ اتضرب بالبرص. وانا حاسس يا نهار ابيض، اتضرب بالبرص. يعني كم حد بكل امانه كده، الكاميرا مش هتصوركم، الكاميرا جايه ناحيتي، كم حد بيتالم لما يشوف ان جحزي بسبب ثلاث حاجات صغيره قوي اتضرب بالبرص صح؟ يعني بقيت ابرص، يعني يا رب تخليه ابرص عشان الثلاث حاجات الصغيرين دول. مش ممكن، حقيقي مش ممكن. انا النهارده طبعا مش هجاوب هو ليه بقى ابرص، اكيد يعني هسيب المهمه دي للقسيس امير او القسيس سامح، ممكن يوعظوكم بقى يقولوا لكم ليه يعني الموضوع ده حصل كده ان هو بقى ابرص. بس انا هجاوب على حته واحده بس. عارفين ايه معنى السؤال بتاعنا؟ ايه معنى الزعل بتاعنا؟ انا زعلان قوي ان هو بقى ابرص. عارفين ايه معناها؟ ان انا بقول لربنا ايه؟ هو كذب كذبه بيضه، اخد 1.5%، ما خضعش للي فوقيه، دي كلها حاجات ايه؟ صغيره. بس اللي انت عملته فيها يا رب ده حاجه كبيره قوي، ده بقى ابرص، حرام عليك. معنى السؤال ايه؟ ان انا بقول الحاجات دي ايه؟ لا تقارن باللي انت عملته. يعني انا اسالكم سؤال، لو هتلر مثلا عرفت ان هو كان بيقتل الناس في غرف الغاز ويعمل عمليات تجارب طبيه، وفعلا ده كان بيحصل من دكتور عنده، كان يعمل فيروس مثلا او بكتيريا يحقنها في عضل الطفل في ايد طفل ويحقنها هي في قلب طفل تاني ويشوف مين هيموت الاول عشان يعرف البكتيريا دي تاثيرها قد ايه، حاجه مقززه جدا صح؟ لو انا قلت لك الشخص ده اللي عمل كده جينا واعدمناه، انت مش هتبقى يعني ما عندكش مشكله كبيره، او قلت لك ان هو اتسجن مدى الحياه مش هيبقى عندك مشكله كبيره قوي. بس لو قلت لك الشخص ده كذب كذبه بيضه وسجناه مدى الحياه، انت هيبقى عندك ازمه كبيره. وانا على فكره عندي ازمه كبيره، عندي ازمه كبيره. بس جزء من الازمه هي ايه؟ ان انت حاسس ان الكذب الابيض مشكله صغيره، انما القتل مشكله كبيره. عند ربنا الاثنين زي بعض. مره جيت هنا من يمكن من سنه واتكلمت ان كلامنا اللي فيه تريقه بالظبط زي القتل. طب عاوزك تتخيل معايا المشهد ده، انت عايش في بيت انت فيه بتكذب على مراتك، ما بتقتلهاش ولا بتسرقها ولا بتشتمها، انت بس بتكذب على مراتك وهي بتكذب عليك، وانت بتكذب على ولادك وولادك بيكذبوا عليك وبيكذبوا على مراتك، كلنا بنكذب على بعض. البيت ده شكله عامل ازاي؟ ده بيت مرعب، ده بيت الرعب. يعني انا ما اعتقدش انك تحب تعيش فيه، ده بيت هيتدمر بسرعه جدا جدا جدا. ودي نفس ازمتنا مع قصه حنانيا وسفيره. احنا ليه بنتعب في قصه حنانيا وسفيره؟ احنا بنقول لربنا اللي انت عملته لا يتناسب مع اللي هم عملوه، لان احنا عندنا افتراض ان الكذب حاجه قليله. لا، الكذب مش حاجه قليله، لا في عينين ربنا ولا في حياتنا. انت اكذب كده هتلاقي ان حياتك بتتدمر بسهوله، اتريق على الناس هتلاقي ان حياتك بتتدمر بسهوله، خلي لسانك فالت هتلاقي حياتك بتتدمر بسهوله. وانا بفكر في الاصحاح دوت حصلت قصه فكرتني قوي بالاصحاح ده. انا هحكي قصه احتمال كبير تعصركم فيا، بس مش مشكله لان انا مش قسيس في الكنيسه فهمشي، يعني ما تجيبونيش تاني بعدها يعني ما. بس هحكي قصه حقيقيه حصلت معايا من ثلاث اسابيع. كان الصبح كنت سايق العربيه، وكالعاده وانا سايق في الخط بتاعي لقيت العربيه اللي على اللين التاني بتعمل ايه؟
بتميل كده 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 كده، وهتعمل ايه؟ وهتخبط العربيه بتاعتي عادي يعني، بس انا اتعصبت وابتديت ازمر وهي بتميل برضو يعني ما بترجعش. وبعدين في الاخر خالص ايه، عرفت اعدي منها من غير ما تخبطني. وبعدين ببص لقيتها المرايه اللي جنبها قفلاها، يعني قفله المرايه اللي جنبها، وحاطه شماسه على الازاز اللي جنبها، شماسه غامقه جدا. فانا اتغصت قوي 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 قوي. وهقول لكم اللي حصل جوايا، الشيطان مش انا، الشيطان جوايا لما شفت المنظر ده ان هي هتخبط العربيه بتاعتي وهي قافله المرايه وحاطه الشماسه، انا الشيطان قال لي الشخص ده مش بني ادم، ده ومش هقدر اقول الكلمه على المنبر، بس نوع انواع معين من الكائنات اللي ربنا خلقها. وحسيت جوايا ان الشيطان بيقول لي قول عليه كذا، ح م الف ر، قول له كذا. وجوايا وانا الشيطان بيقول لي كده وشايف المرايه مقفوله وشايف الشماسه جنب الشخص ده، هموت واعمل كده. وبعدين لقيت الروح القدس فعلا حصل جوايا كده، الروح القدس جوايا قال لي ما تعملش كده، انا فعلا كنت هعمل كده. طبعا هل ممكن قسيس يقول كلمه زي دي؟ اه عادي خالص، في دماغك يعني، بتقولها في دماغك من غير ما تفتح بقك يعني. فبجد لقيت الروح القدس جوايا بيقول لي لا ما تشتمش، هي تكونت على صوره الله. فانا حاسس تكونت على صوره الله ايه؟ دي قافله المرايه وحاطه الشماسه جنبها، ما حدش يحط الشماسه على الازاز اللي جنبه، مش ممكن. وعين بتكسر عليا، هتخبط العربيه. والصراع ابتدى جوايا لمده تقريبا فعلا 6 7 ثواني، اقول كده ولا ما اقولش كده، اقول كده ولا ما اقولش كده. وبعدين قررت ان انا اخضع وما اقولش. وبعد ما قررت ان انا ما اقولش وانا ماشي بقى في السكه، ربنا فكرني، مش عارف ازاي افتكرت القصه دي يعني، بس افتكرتها يوميها، ان مره وانا عندي 19 20 سنه كنت سايق العربيه بتاعتي، وبرضه انا كنت قافل المرايه اللي جنبي يعني، وما كنتش فاتحها. فكنت حاسس يعني ربنا بيقول لي ما تغلطش في الناس يعني، لان انت برضه بتعمل زيهم يعني، كلنا في الموازين الى فوق. بس ما كنتش حاطط شماسه يعني، قافل المرايه بس يعني، بس دي اوفر قوي يعني. انا ليه بحكي القصه دي؟ انت ممكن تفكر انت مزودها قوي يعني، يعني طز يعني، طز مش مشكله يعني. وبعدين انت الموضوع خد 6 7 ثواني، هترهق نفسك الست سبع ثواني دول عشان تفكر في سرك، تقول للشخص دوت اللي اصلا لا هيشوفك لانه حاطط شماسه ولا هيسمعك قافل الازاز ولا اصلا هيبص لك، تمام؟ هتقول له في سرك انا بافور. وشجعنا ان احنا نافور، عارفين الافوره دي لغه شبابيه، اعتقد ده اللي كان قصد بولس الرسول لما بيقول اسلكوا بالتدقيق. يعني لما تيجي تجرح واحد او تتريق عليه، لا فكر فيها 100 مره قبل ما تتريق عليه. فكر هو هيحس بايه، قول الكلمه لنفسك قبل ما تشتم، قول الكلمه لنفسك. انت حاسس ان هي حاجه صغيره، بس هي ممكن تبقى حاجه كبيره قوي، ممكن حاجه تدمرك انت، وممكن حاجه تدمر اللي قدامك. لا اسلك بالتدقيق. انت حاسس ايه؟ انت حاسس لا ما تقلقش، انا هقول الكلمه دي وهكذب كذبه بيضة، انا هكذب كذبه بيضة، وما تقلقش ساعة لما يجي الموقف بتاع الكذبة السوداء اللي هتدمر حياة ناس، أنا أكيد مش هكذب. طبعًا أكيد لو سألت السؤال هنا كم واحد بيكذب كذبة بيضاء، ما حدش هيرفع إيده. بس لو أنا كلمتك وأنت بتحاول تقنعني إن الكذبة البيضاء صح، هتقول لي إيه؟ لو فعلًا في كذبة هتدمر حياة بني آدم أنا مش هكذبها أبدًا. هرد عليك وأقول لك كان غيرك أشطر، مش هتعرف. مش هتعرف لو أنا ما ركزتش في الأمور الصغيرة، عمري ما هعرف أركز في الأمور الكبيرة. عمر ما حد قتل واحد وكان بيحلم من وهو صغير ان هو يقتله. عمر ما كانت في واحده حامل وهي في ثالثه اعدادي، واحده بنت تبقى حامل وهي في ثالثه اعدادي، دي مش ممكن كانت وهي في ثالثه ابتدائي بتحلم ان هي تبقى حامل، بس ابتدت حاجه صغيره بحاجه اكبر بحاجه اكبر بحاجه اكبر لحد ما حصلت القصه دي. ما فيش مدمن مخدرات كان بيحلم وهو في اولى اعدادي ان هو يبقى مدمن مخدرات، بس هي ابتدت بحاجه صغيره وبعدين حاجه اكبر وحاجة أكبر لحد ما لقى الموضوع كبر منه ومعرفش يسيطر عليه. اهتم بالأمور الصغيرة، اسلكوا بالتدقيق، خذوا لنا الثعالب الصغار. وأنا في البلد الجميلة اللي احنا عايشين فيها ما تربيتش قوي على كده، أنا تربيت اهتم بالأمور الكبيرة مش الأمور الصغيرة. برة أعتقد إن هم بيهتموا بالأمور الصغيرة وعشان كده بينجحوا يعني. عمري ما يمكن حكيت القصه دي قبل كده، بس اخويا عايش بره في امريكا، فطلب مره ان لوحه العربيه بتاعته تتكتب باسمه شريف، وبعت لهم جواب ورقم الكارت بتاعه. فبعدها باسبوع ادوا له اللوحه، بعتوا له اللوحه في طرد،
لوحة مكتوب عليها شريف اسمه هيلزقها على العربية، حاجة رهيبة يعني. وبعدين في الطرد ده كان فيه اللوحة، وبعدين فيه كيس نايلون صغير قد كده. ايه بقى كيس نايلون الصغير ده؟ المسامير اللي هحط فيها اللوحة. فأنا حسيت أفوارة قوي يعني، يعني عادي خالص مش محتاج المسامير يعني. طبعا لو انت مصري انت فاهم انا بقول ايه يعني، حاسس ده زيادة قوي. بس هما بيفكروا في الحاجات الصغيرة، احنا ما تعلمناش نفكر في الحاجات الصغيرة في حياتنا، ولا تعلمنا نفكر في الحاجات الصغيرة في الأمور الروحية. لما بيجي لي حد بيقول لي انا عندي أزمة في مشاهدة المواقع الإباحية، عارفين بقول له ايه؟ بقول له ايه أخبار الكذب والغش في الامتحان؟ عارفين بيقول لي ايه؟ يا عم كبر دماغك، بس كذب وغش ايه؟ انا عاوز دي، حل لي دي. بقول معلش انت في كذب طب في حياتك؟ كذبه بيضه وغش؟ بيقول لي اه بس دي مش مشاكل، دي هنحلها يعني، دي اقدر عليها، بس انا عاوز الازمه الكبيره دي. قلت له لا هي دي الازمه، انا لو ركزت في دول يمكن دي تتحل. ركز في الحاجه الصغيره، ركز في الحاجه اللي تقدر عليها، ركز في الحاجه اللي ربنا مستأمنك عليها، هتلاقي حياتك بتجري لقدام، هتشوف المسيح، هتستمتع بيه. خلينا نصلي مع بعض في السبع دقائق اللي فاضلين او العشر دقائق اللي فاضلين. غمض عينك كده، غمض عينك وقول يا رب علمني اسلك بالتدقيق، علمني ما استهونش بالامور الصغيره، علمني ما استهونش يا رب بقرايه الكتاب، علمني ما استهونش باخذ الخلوه، علمني ما استهونش بالكذبه البيضه، علمني يا رب ما استهونش بالنظره اللي فيها شهوه اللي بتاخد ثانيه ثانيتين، وانا في الشارع لوحدي ومحدش باصص عليا، علمني ما استهونش بالحاجات الصغيره دي. دايما باجي بصلي لك يا رب في الامور الكبيره، دايما باجي اصلي لك انه في ازمه كبيره بيني وبين مراتي حلها، بس قليل قوي يا رب لما باجي وبصلي انه يا رب علمني اقول كلام حلو لمراتي، علمني اشجعها، علمني اقول كلام حلو لاولادي، علمني اشجعهم. انا نفسي نصلي الكلمات اللي جايه دي اللي كنا بنقولها في فتره التسبيح. انت تعرف ما بقلبي، فهمت فكري ربي من بعيد. يا رب صلاتي انك تقدسني، قدسني، تعال على كل حته صغيره جوايا وقدسها، اخلق فيا قلب نقي، القلب النقي اللي بيهتم ان الفتافيت الصغيره تكون نقيه زي الماده بتاعت القلب كله. علمني يا رب، علمني فعلا اكون بدقق في حياتي معاك، فاعرف استمتع بيك، اعرف استمتع بيك يا رب، افرح بيك واكون سبب بركه للناس اللي حواليا. راجع كده في ذهنك في الدقيقه اللي جايه دي، خلي روح القدس كده يرشدك ويفكرك حاجات صغيره يمكن تسيبها في حياتك. مثلا اني مش مهتم اشجع الناس اللي معايا في البيت، اني بنتقد بهزار عمال على بطال من غير ما اوقف، يمكن مش بهتم اسلم على الناس في الكنيسه مع ان مش هتاخد مني دقايق. يا رب قدسنا، قدسنا، نقينا، اختبرنا، امتحنا يا رب، وعلمنا ازاي نسلك بالتدقيق. يا رب انا بصلي من اجل كل واحد وواحده في الكنيسه ان نكون سبب بركه لبعض. بصلي من اجل كنيسه مصر الجديده فعلا ان نكون فعلا نور في وسط الضلمه. بصلي لاجل كل واحد حضر الاجتماع النهارده يكون نور في وسط الضلمه، نور في الكنيسه، نور في شغله، ونور في خدمته، ونور في بيته يا رب. وصلي لو انت عضو في اسره، انت ولد او بنت يمكن في اعدادي او ثانوي او جامعه، قول يا رب استخدمني في بيتي، استخدمني مع بابايا ومامتي، استخدمني مع اصحابي،
أنا عاوز أكون مؤثر يا رب، عاوز أكون مؤثر في اسم يسوع. أمين. نشكر ربنا من أجل القسيس عزيز، نشكر ربنا من أجل كلمته لينا. خلينا نقف مع بعضينا ونسكب قلوبنا قدام ربنا ونختم بالصلاة الربانية والبركة الرسولية. اسمعنا يا أبانا عندما ندعوك بكل شكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. يباركنا الرب ويحرسنا، يضيء الرب بوجهه علينا ويرحمنا، يرفع الرب وجهه علينا ويمنحنا سلاما، فلنمضي ولنعيش بسلام. آمين.